منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار تأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية. إليكم أبرز العناوين. الرئيس التونسي يمدد تجميد البرلمان ويعلن عن استفتاء إلكتروني لتعديل الدستور قبل إجراء انتخابات نهاية العام القادم. فرنسا تغلق أزيد من 20 مسجداً وسط تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين. ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنيت في زيارة تاريخية، والمقاومة تستعد لمناورات كبرى لإثبات جاهزيتها. في الجزائر، الميزان التجاري يسجل فائضاً بأكثر من مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر الماضي. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. بداية، مدد الرئيس التونسي تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات قال إنها سوف تجرى بعد عام من الآن. وقرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية على الأنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية في الفترة بين الأول من جانفي وحتى نهاية شهر مارس عام 2022. أولا، يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. ثانيا، تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل وفي الخارج على السواء في 20 من شهر مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال. ووفق قرارات السعيد، فإنه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في 25 من جويلية المقبل. يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تنظيم انتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر من عام 2022. خامسا، تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2022، أي بعد حوالي عام من الآن، بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها خاصة على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى. فيما يلي تتابعون مشاهدين أهم ما جاء في خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد. و
ويلتحق بنا على المباشر وعبر الهاتف من العاصمة تونس المحلل التونسي نزار مجني. سيد نزار أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة. بداية سيد نزار، استشارة شعبية على الانترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، ما مدى نجاعة هذه الآلية وهل ستحقق الإجماع؟ هذه الآلية يعني آلية جديدة يعني من ابتكار قيس سعيد. في العادة تجرى الاستشارات يعني بطريقة مباشرة، وهذا يعني يذهب يبدو أن قيس سعيد سوف يذهب فيه، قال في خطابه أنه سوف يكون الاستشارة عن طريق الإنترنت والوسائل الإلكترونية ثم مباشرة وكذلك مباشرة عبر يعني المعتمديات في الولايات التونسية الأربع وعشرين. هذا من جهة. النزاعة لا يمكن أن نعرفها إلا إذا ما يعني ما باشرت السلطة الحالية في تونس، إذا باشرت السلطة الحالية في تونس مثل هذه الاستشارة لنرى إذا ما كانت تحظى بشعبية كبيرة لدى الأواسط التونسية. لا يمكن الحكم عليها. نعم. إلا بممارستها مباشرة. لربما هل يمكن أن تعدد لنا الأسباب التي دفعت الرئيس قيس سعيد إلى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان أو للإعلان عن هذه التدابير؟ يعني أرى أن هناك عديد الأسباب، لكن سوف يعني نحصره في أبرز سببين، وهما يعني الضغوطات الكبيرة الخارجية كذلك والداخلية كذلك من عديد القوى السياسية في تونس مثل المنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل، كذلك الذي طلب بتسقيف يعني للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد يوم 25 جويلية الفارط، وكذلك يعني الضغوطات الخارجية الأخرى خاصة منها يعني ضغوطات من الدول الديمقراطية الكبرى، الدول السبع الكبرى الصناعية الكبرى، والتي يعني قدمت يوم السبت بيانا مطولا دعت فيه قيس سعيد إلى العودة إلى الديمقراطية البرلمانية، ودعت بذلك إلى صراحة إلى انتخابات تشريعية. بالدليل فأنه يعني يبدو أن هذا الشأن في هذا الشأن هل ستنجح هذه الخطة التي يقول أنها بشأنها البعض أنها غير توافقية ولا تحقق إجماع القوى السياسية ومختلف المنظمات في تونس؟ والله بالنسبة لي لا يمكن إلا أن تنجح مثل هذه الخطوة، لأنه لا يوجد خيار آخر سياسي آخر في الأفق المتوسط وبعيد المدى لتونس لتحقيق الاستقرار السياسي إلا نجاح الرزنامة التي حددها قيس سعيد، حتى ولو كانت هذه الرزنامة لا تتمتع بتفاصيل كافية عن يعني عن طبيعة المرحلة القادمة. يعني مرحلة 2022 سنة 2022 سوف تكون سنة صعبة جدا على تونس حتى على المستوى خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي. أرى أن مثل هذا يعني التثقيف الذي قدمه قيس سعيد اليوم يرمي من خلاله لبعض رسائل طمأنة للخارج وكذلك إلى الداخل، خاصة وأن تونس تعاني اقتصاديا بدرجة كبيرة وكبيرة جدا، وهي تحتاج إلى يعني مصادر تمويل من مؤسسات يعني مالية كبيرة، وهذه المؤسسات المالية الكبيرة لا يمكن إلا الدول الكبرى أن تضمن فيها تونس يعني من خلال القروض وغيرها. كذلك يعني لا يمكن لهذه المؤسسات أن تذهب مع تونس في حتى في برنامج إصلاحات إلا إذا كان هناك يعني جدول زمني مضبوط. شكرا جزيلا لك سيد الديمقراطية البرلمانية. شكرا جزيلا لك سيد نزار مجني المحلل التونسي، كنت معنا على المباشر من العاصمة التونسية عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مرحبا فيك. إذن نستكمل نشرتنا مشاهدينا وإلى فرنسا، أين أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمان إغلاق 21 مسجدا بداعي انخراطها في أنشطة متطرفة. وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة في سياق تصاعد حملة الكراهية ضد المسلمين والتي يغذيها السباق الانتخابي نحو الإليزيه. مزيد من التضييق على أبناء الجالية المسلمة في فرنسا. وزير الداخلية جيرالد دارمانان
أعلن أن السلطات أغلقت 21 مسجدا، والحجة على لسانه أن دور العبادة هذه شهدت مظاهر تطرف على حد قوله. في ظهوره على إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية قال درمانا إن 99 مسجدا خضع لحملة تفتيش بسبب الاشتباه في أنها منخرطة في أنشطة متطرفة، مضيفا أن 6 مساجد أخرى تواجه المصير نفسه، أي الإغلاق. درمانا قال إن بلاده لم تشهد من قبل إغلاق عدد كبير من المساجد مثل ما وقع خلال هذه الحملة، مبررا الخطوة بأنها تستند إلى قانون مكافحة التطرف. وتأتي هذه الإجراءات الفرنسية المتشددة في إغلاق دور العبادة التي يرتادها أبناء الجالية المسلمة في سياق حملة واسعة بدأتها سلطات البلد تميزت بفرض مزيد من القيود على المسلمين، وذلك بعد بضعة أشهر من إقرار البرلمان الفرنسي قانون احترام قيم الجمهورية المثير للجدل في خضم ما سمي بمكافحة الإسلام الانفصالي. الحملة تأتي أيضا في سياق تصاعد خطاب الكراهية الذي يتبناه مرشح اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة المقبلة كإيريك زمور والمتطرفة الأخرى مارين لوبان، التي هددت أبناء الجالية الجزائرية بأنهم لن ينعموا بالحرية بعد أشهر من الآن. ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ركب الموجة بتصريحاته المسيئة لينخرط هو الآخر في هذه الحملة لعله يحصد بعض أصوات التيار اليميني في الانتخابات القادمة التي تظهر استطلاعة الرأي أنه يحرز فيها بعض التقدم على منافسيه. والثابت في كل هذا أن استعداء الجالية المسلمة والتضييق عليها أضحى وقودا يغذي طموحات المتسابقين نحو الإليزي. التقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل نيفاتلي بنيت ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد زايد غداة وصوله إلى الإمارات في أول زيارة لمسؤول صهيوني على هذا المستوى إلى الدولة الخليجية. واستقبل الشيخ محمد بن زايد بنيت في قصره في أبو ظبي قبل أن يتوجه إلى محادثات استمرت لأكثر من 4 ساعات. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبي أعرب خلال لقائه ببنيت عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته الأولى إلى الدولة في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة. أكدت مصادر فلسطينية أن فصائل المقاومة في غزة ستجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة بهدف إثبات جاهزيتها لكافة السيناريوهات والمناورات تقول، وتأتي في إطار التحذير من أي عمل عسكري قد يقدم عليه المحتل من جهة، وإرسال رسالة مفادها رفع الحصار عن قطاع غزة. رسالة للمحتل مضمونها الجهوزية الكاملة والاستعداد التام. الرسالة عسكرية بامتياز تبعث بها فصائل المقاومة الفلسطينية وفق ما أعلن عنه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية محمد أبو عسكر. المقاومة ستجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة يجهز لها بمشاركة كافة الفصائل في رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة جاهزة إذا ما فكر بارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة. شدة اللهجة التي تتحدث بها الأجنحة العسكرية للمقاومة عزتها لاستمرار إجراءات الحصار المفروضة ضد غزة وعدم إنجاز عملية إعادة إعمار الدمار الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الأخير. بالتالي يعني هذا أدى إلى أن عملية الإعمار ما زالت تصير ببطء شديد رغم توفر يعني الأموال. الحصار أصبح ظاهرا للعيان بسياج أتمه الكيان في الأيام الأخيرة أمام مرأى العالم في أكبر سجن للإنسانية يضم حوالي 2 مليون نسمة. على الأراضي المحتلة أعلن الكيان تنظيم مناورة عسكرية الثلاثاء في منطقة ديمونة بالنقب تشمل محاكاة التعرض لإطلاق رشقات صاروخية والنزول إلى الملاجئ وتفعيل صافرات الإنذار، خصوصاً أن المقاومة الفلسطينية استهدفتها بصواريخ خلال ما شن من عدوان صهيوني متكرر على القطاع.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين عن الشيخ رائد صلاح بعد أن قبع في سجون أو في سجون الاحتلال 17 شهرا. وكشف الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية عن تعرضه لعمليات تنكيل صعبة خلال عزله في غرفة انفرادية صغيرة جدا. أنا لم أعمل أي شيء في حياتي، كل ما اجتهدت أن أقوله لأمتي الإسلامية ولعالم العربي وشعب الفلسطيني إن قضيتنا واحدة، هي قضية الرمز الكبير الذي يتمثل بالقدس المبارك والمسجد الأقصى المبارك، فانتصروا لهذا الرمز حتى نحيا أعزاء ونموت أعزاء. تنعقد اليوم الثلاثاء القمة الخليجية 42 في العاصمة السعودية الرياض، وستناقش القمة مجموعة من الملفات الهامة أبرزها الملف النووي الإيراني، وتعد الأولى بعد إتمام المصالحة الخليجية. وأكدت مصادر دبلوماسية أن القمة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الخليجي وفق الرؤى الجديدة التي تعيشها دول الخليج بالتركيز على تقوية سياسة الاعتماد على الذات من خلال تكامل اقتصادي فعال وتنسيق سياسي موحد وتعاون أمني ودفاعي. اختتمت في عمان الاثنين جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، وناقشت الجلسة عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وركزت على الحد من التهديد الصواريخي وآليات الإطلاق والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقيري إنه قد تم إجراء لقاءات مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين، وتم رفع سوء الفهم بينهم إلى حد ما، مشيرا إلى أن طهران لديها استعدادا كاملا لتطوير العلاقات مع دول الجوار وإزالة سوء الفهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة. توقعت موسكو إحراز تقدم في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، على الرغم من التعثر الذي لا يزال تشهده المحادثات، في حين أكدت طهران رغبتها في التوصل لاتفاق جديد. بين التلويح بالمزيد من العقوبات أو المماطلة في المفاوضات، ما يزال الملف النووي الإيراني يتأرجح في فيينا، فما الذي تحقق حتى الآن؟ محللون يرجحون سبب الاختلاف المواقف السياسية والدبلوماسية عن الحقائق الموجودة على طاولة المفاوضات نفسها، كعقدة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تركز عليها طهران للوصول إلى اتفاق نهائي. اجتماعات ثنائية وثلاثية سياسية تعقد اليوم لتذليل بعض العقبات من أجل إضفاء الجدية والطمأنينة للأطراف المشاركة. كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري وصف مسار بلاده في التفاوض بالمسار الناجح، ورأى أن مفاوضات الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق. اليوم تحدث أيضا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن زيادة فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن موسكو توضح باستمرار لواشنطن أن تهديد إيران بالعقوبات أثناء سير مفاوضات فيينا أمر غير بناء. وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت في تقرير لها نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحرك لتشديد تطبيق العقوبات أكثر على طهران، وذلك في أول مؤشر على زيادة ضغط واشنطن الاقتصادي في حال تعثر المفاوضات.
وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، فرضت السلطة القضائية الإيرانية الاثنين عقوبات مست 20 شخصا وكيانا أمريكيا بسبب ما اعتبرته طهران انتهاكا لحقوق الإنسان. مسار حرب عقوبات تعلو في الأفق أرادها الجانبان موازية لمسار دبلوماسية المفاوضات التي ما زالت تدور رحاها في النمسا. في إثيوبيا تواصل قوات الجيش التقدم نحو مدينة ويلديا آخر معاقل مسلحي جبهة تيغراي في الإقليم، فيما نقلت مصادر متطابقة إعادة تيغراي سيطرتها على منطقة ليبيا في أمهر. لا تزال المعارك متواصلة بين قوات الجيش الأثيوبي وجبهة تحرير تيغراي وحلفائها، فبعدما كانت العاصمة أديس أبابا مهددة بالتطويق والسقوط أمام زحف قوي للمسلحين، تمكن رئيس الوزراء أبي أحمد من قلب معادلة الصراع وتحويل جيشه من الدفاع إلى الهجوم بعد أن كسر الهجمات المتتالية على مدينة ميليلي في جبهة عفر. اليوم الجيش الأثيوبي يواصل الزحف والتقدم نحو مدينة ويلديا التي توصف بأنها آخر معاقل مسلح جبهة تيغراي في الإقليم، بعد أن استعاد السيطرة على عدة مدن محورية، ما دفع هؤلاء المسلحين إلى التراجع. مواصلة الجيش الأثيوبي الزحف نحو مدينة ويلديا تأتي بعد إعلانه غلق الطريق بين هذه المدينة ومدينة ميكيلي في الإقليم الغاضب، ما أسهم في قطع خط إمدادات مسلح الجبهة من الإقليم ومحاصرتها. في مقابل ذلك تحدثت أنباء متطابقة عن استعادة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مجدداً السيطرة الكاملة على مدينة لاليبيلا في أمهر بعد أسبوعين من سيطرة القوات الحكومية عليها، ما دفع أبي أحمد إلى الإعلان مجدداً العودة إلى جبهات القتال والاستمرار في المواجهات العسكرية بقيادة جنوده، مشيراً إلى أن القتال سيستمر حتى إنهاك العدو تخليه عن نهج العنف وإنهاء الحرب التي تسببت بمقتل الآلاف وتشريد مئات المدنيين. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن أن الميزان التجاري لبلاده سجل فائضاً بلغ 4 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي. بن عبد الرحمن قال إن اقتصاد بلاده تمكن في 30 نوفمبر الماضي من تحقيق أرقاما كانت سابقا بمثابة حلم بفضل التحكم في السوق المحلي، مضيفا أن هذا الفائض في الميزان التجاري جاء بفضل ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات. جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة 29 من معرض الإنتاج الجزائري الذي يستمر حتى 25 ديسمبر الجاري. إلى الرياضة، أين أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا كشف فيه عن الحالة الصحية للاعب يوسف بلايلي بعد تعرضه للضرب على مستوى الرأس في مباراة الأخيرة أمام المنتخب المغربي ضمن ربع نهائي كأس العرب، وجاءت الفحوصات الطبية المعمقة التي خضع لها لاعب الخضر سلبية. وأكد بيان الفاف أن يوسف بلايلي سيعود إلى تدريبات المنتخب الجزائري على أن يكون جاهزا في مباراة النصف النهائي أمام المنتخب القطري. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.